وما زلنا مع الإماراتيات المبدعات في مختلف وكافة المجالات. معنا أيضا إحدى المبدعات في مجال الموسيقى، وهي أول ملحنة نسائية إماراتية في الدولة، تدمج الآلات الغربية والعربية مع البيانو بمقطوعات من تأليفها بشكل كامل. اتجهت أيضا إلى كتابة الأشعار والسيناريست. مشاهدينا، عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع معنا المبدعة عبر الهاتف إيمان الهاشمي، شاعرة وملحنة إماراتية. صباح الخير إيمان، وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. صباح الورد، اليوم جميل ومميز على الجميع. إيمان، في البداية كلمينا، شو هو الدعم اللي قدمته الدولة للمرأة في مجال الفني وأيضا الموسيقي؟ والله الدولة أعطت الصلاحية للمرأة في كل المجالات، فما بالك من الفن. يعني الحمد لله أنا اليوم ما صرت أول ملحنة أوركسترا إلا بدعم كبير من الدولة، من كل مجالات الصراحة. ساعدوني، سووا لي حفلات، وفروا الإمكانيات، وسائل الإعلام. أنتم الحين بعد تعتبرون دعم كبير لي بعد. صحيح. طيب إيمان، كونك أول ملحنة أوركسترا إماراتية، حدثينا قليلا عن هذا الإنجاز. الحمد لله، هي أنا أعتبرها موهبة من رب العالمين، إن الإنسان يميل إلى شيء معين أو يختار شيء معين. والحمد لله، يعني ما أعرف أنا أصلاً كيف ألحن، هي اللحن هي في راسي، وأنا أترجمه إلى آلات، وعقب يستوي لحن موسيقى، والدعم الباقي عليكم. طبعاً أكيد صحيح، الدعم الدولة أكيد دائماً إيمان متواجد. صحيح إيمان، وقدمت أيضا العديد من الورش التدريبية الخاصة بالموسيقى، كيف من الممكن هذه الورش ساعدت الفتيات الموهوبات في هذا المجال؟ هاي الورش كانت من أهم المراحل اللي أنا سويتها في حياتي، وأهم الإنجازات، لأن كان من أكثر شيء بشكل شخصي إن أنا أبى إنه يكون الجيل الجديد اللي بيطلع من الفتيات إنه يهتمون بفكرة التلحين، مو بإنه مثلاً يسمعون كلام الأهل إنه مثلاً أنا أبا بنتي تعزف بيانو. قد يكون البنت تبى تلحن، قد يكون البنت تبى آلة أخرى. شوفي هي شو ميولها الموسيقي. فهاي الورشات عملت يعني ورشات تعريفية بالموسيقى، خلتهم يعرفون الآلات جميعاً، ولهم حرية الاختيار، وهني الواحد يبدأ في الآلة اللي هو يختارها. فعلا اكيد ايمان، لازم ندعم الموهوبين خاصه من الاطفال، يعني وبعدهم في عمر ممكن. ايضا ايمان، لديك العديد من الانجازات الموسيقيه الخاصه بالالحان والاشعار، وايضا في مجال الكتابه. هاي النجاحات والانجازات، شو تهدين للمراه يعني بمناسبه هذا اليوم؟ شو تهدين للمراه الاماراتيه؟ اقولها ان دوله الامارات اعطتنا فرصه ما اعطتها اي دوله ثانيه في العالم، تغتنيها. وحتى لو الواحد يشوف إنه ما عنده موهبة وما عنده شيء، لازم يفتش في ذاته ويبحث في نفسه، لأن في كل حد فينا نعمة من رب العالمين أعطانا إياها، وعندنا الفرصة، يعني عندنا البيئة الخاصة اللي تساعد على خلق الإبداع، تغتنيها. أكيد فعلا. صحيح. وأيضا لأجل أم الإمارات، طبعا أغنية تفوح بعطر المحبة والتقدير لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، من كلماتش طبعا كانت هذه الأغنية، كلمينا شوية عن كلمات الأغنية. هاي الأغنية بأمانة كتبتها من روحي وبقلبي وبكل حب، يعني كنت أنقي كل كلمة وأعنيها بكل حرف ما أنا أسويها. وحتى كوني ملحنة قلت أنا بلحنها، لكن قلت لا، خلي إن تكون بصمة شاملة الجميع يشارك فيها، عشان يكون حب جماعي لسمو الشيخة فاطمة. فتعاونت مع الملحن طربان ومع المغني المياسي، وطلع إنتاج رائع. يعني العمل أنا عيبني، أنا بشكل شخصي عيبني جدا. طبعا إيمان، نتمنى لك النجاح والنجاحات والإنجازات العديدة. شكرا لإيمان الهاشمي، شاعرة وملحنة إماراتية، وكل عام وانت بخير مرة ثانية، وكل عام وكل مرة إماراتية بخير. شكرا لك. شكرا يا حبيبي.